عندي فيها القرار الأعلى وجلالة الملك. خليني نكون معكم واضح، ولكن جلالة الملك ولو أنه هو صاحب القرار الأعلى في مختلف المجالات، ماشي هو اللي كيدبر وكيسير، وما يمكنلوش يدبر ويسير، هو في النهاية إنسان. كاين واحد الحكومة، وهذه الحكومة بطبيعة الحال كاين شي أشياء ما يمكنلهاش ديرها حتى يكون عندها يعني لافال ديال سيدنا، هذه ما فيهاش، ولكن ماشي كل شيء. معظم القضايا نقول لكم بكل صراحة جلالة الملك ما كيتدخلش فيها، كيخلي الحكومة تخدم باش يشوف يعني مدى القدرات ديالها والمبادرة ديالها، خص الحكومة يعني تخدم وتتخذ القرارات وتتخذ المبادرات. ولا جات شي توجيه من جلالة الملك باش شي حاجة توقف، فطرة الحال غادي توقفها، ما كاينش لعب في هادشي، أو لا شي حاجة خصها ديرها غادي ديرها. أنا اللي كنتأسف عليه شنو هي الديمقراطية؟ الديمقراطية هي واحد العملية تنافسية اللي خص يصعدوا فيها الأقوياء، اللي كان كيقول السيد بركة الله يرحمه أقوياء النفوس، خص يكونوا أشخاص أقوياء، سواء تعلق الأمر برئاسة الحكومة أو تعلق الأمر بالوزارات أو تعلق الأمر بالمؤسسات العمومية إلى آخره. لأنه ماشي سيدنا غادي يجي معاك يبقى، ولا أنت تبقى جامد كتسنى حتى الآخر باش تشوف واش داك الشيء غيعجب ولا ما غيعجبش. أنت خاصك دير اللي عليك، خاصك دير اللي عليك وتشوف المصلحة ديال البلاد فين كاينة، ولا كانت شي حاجة كتبان لك يعني صعيبة تستشر فيها. أنا كنت كندير هذا الشيء بعض المرات، كنستشر مع سيدنا شي حاجة، شي مرات يقول لي توكل على الله سي الكيران، وشي مرات يقول لي هذه لا وخرها إلى آخره. فهذا الشيء هذا الروح هذه الحكومة هذه جاءت بدون أساس، لا رئيسها رجل سياسي، لأنه شنو هو الحاكم؟ شنو هو رئيس الحكومة؟ هو أولا شخص سياسي، لأن شكون هو السياسي؟ السياسي هو اللي كيعرف يعني يقلب على المصلحة ديال المجتمع، يقترح داك الشيء اللي بغى يدير على المواطنين، يعرف يشرحوا ويوضحوا للناس باش يقبلوه، وإذا اقتضى الأمر باش ما قبلوش يعني يترجع عليه، أو لا يقدم كاع الاستقالة ديالو يمشي بحاله. لأن هذه القضية هذه ديال الإنسان كيدخل لواحد المنصب وتيحلف بالله ما يخرج منه، هذا زعما منكر أساس النجاح في الحكم. خاص تكون مستعد باش تغادر المنصب ديالك. وأنا نقول لكم أكثر من مرة قلت لجلالة الملك أنا غادي نمشي بحال دابا سيدي،